أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مضاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Çok kıymetli değerli müminler, geldik duamıza. Hocamız şöyle derdi, amin duanın mührüdür. İçimizden kuvvetli bir şekilde amin diyelim. Ümit ediyoruz içimizde birilerinin, bazı mümin kardeşlerimizin bu amin deyişleri hürmetine inşallah cümlemizin duasını Cenab-ı Hak kabul eyler. Dua sadece Allah'tan istemek değil, biraz da içerik bilgisi, biraz da malumat ile beraber olursa daha da güzel olur. Ve inşallah duamızı samimiyetle yaparken siz de samimiyetle amin diyeceksiniz inşallah. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Sadakallahul azim. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallah ve bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdih. Subhanallahil azim. Es-salatu ves-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ves-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ves-selamu aleyke ya Khatemel Enbiya'i vel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlahi ya Rabbi, biz inanıyoruz ve biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim senin kelamındır. Senin katından indirilmiştir. Ayetleri hikmetlerle doludur. Kur'an-ı Kerim'in aslı levh-i mahfuzda, tertemiz sayfalarda kayıtlı, itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılmıştır. Yüceler yücesi, kıymetli ve şerefli bir Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Arap lisanıyla ayet ayet Resul-i Ekrem'in kalbine indirmiştir. Kur'an-ı Kerim insanlara rehber olarak doğruyu yanlıştan ayıran ve yol gösteren belgeler halinde bir Ramazan ayında mübarek Kadir gecesinde indirilmiştir. O bir öğüttür ve hakikat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim hak kitap olarak indirilmiş ve bize hak olarak gelmiştir. Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzelidir. Büyük bir haberdir, kesin bir gerçektir. Kur'an-ı Kerim hak ile batılı ayıran bir kelamdır. Kur'an-ı Kerim eğrisi olmayan, dosdoğru, pürüzsüz ve en doğru yola ileten mübarek bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de asla şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim gönüllere ilaç, müminlere şifadır. Ortaya koyduğu delillerle akılları ve kalpleri aydınlatan ışık müminlere rahmettir. Kur'an-ı Kerim müminlere hidayet rehberi ve müjdedir. Kur'an-ı Kerim'i Rahman olan Allah Cebrail'e, o da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiştir. Ne geçmişte ne gelecekte
Kur'an'a asla batıl nüfuz edemeyecektir. Onu Allah indirmiş, koruyacak olan da Allah'tır. Peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'le ilgili bize güzel beyanlarda bulunmuş. Buyurmuşlar ki, Kur'an'a dayanarak konuşan doğru söyler. Onunla amel eden sevap kazanır ve onunla hükmeden adaletli davranmış olur. Kur'an-ı Kerim kişinin lehine yahut aleyhine delildir. Allah onunla bir kısım toplumları yüceltir, bir kısmını alçaltır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler ümmetin en hayırlı insanlarıdır. Kur'an okumada mahir olan kişiler sefere melekleriyle beraberdir. Ve nihayet Kur'an ehli olanlar Allah'ın has kulları ve ona yakın olan insanlardır. İlahi ya Rabbi, biz Kur'an muhabbetine, Kur'an marifetine talibiz. Nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, bizi kelamını tanımak, hakikatine nüfuz etmek şerefine mazhar eyle. Ya Rab, kitab-ı azizine dokunacak abdestli eller, nazm-ı celiline ibretle nazar edecek basiretli gözler, tertil üzere kelimelerini tilavet edecek fasih diller ve onun Rabbani ve lahuti seslerini işitecek kulakları ihsan eyle. Ya Rab, bizi sözlerin en güzelini okurken dili tecvidli, aklı tefekkürlü, kalbi ülfetli eyle. Ya Rab, okuyup kari-i Kur'an, ezberleyip hafız-ı Kur'an, ilmiyle alim-i Kur'an, hizmetiyle hadim-i Kur'an, ahkamını yaşayarak amil-i Kur'an, bütün bir aleme ulaştırarak hamil-i Kur'an ve bu vasıflara liyakat ile ehli Kur'an kullarından eyle. Ya Rabbi, biz Kur'an'ı ilmen öğrenmek ve öğretmek istiyoruz. Lütfeyle. Kelamını sen öğrettin. Lafız ve manasıyla Cebrail'e sen talim buyurdun. Kur'an ilminden Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi sen haberdar ettin. Biz de Kur'an'ı tahsile geldik. Kur'an talebesi olduk. Bizi onun talebeliğine layık eyle. Ya Rab, hurufunu öğrenip hududuna riayeti, hulukuyla rehber olmayı nasip eyle. Ya Rab, sen amel ve ibadetiyle canlı Kur'an olan kullarına cenneti vaat ediyorsun. Bizi de o zümreye dahil eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ın helaline sarılıp haramlardan uzaklaşan, rahmetini tadıp şifasına erenlerden eyle. Ya Rab, bir ayetinde şöyle buyuruyorsun: bana dua edin, ben de duanıza icabet edeyim. Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? İşte biz bu beyanlarından cesaret alarak diyoruz ki, ya Rab, Adem aleyhisselamın, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz yönündeki duasında olduğu gibi günahlarımızı itiraf ediyoruz. Ya Rab, Eyüp aleyhisselamın dertli yakarışıyla hastalanıp sıkıntıya düştüm. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diyor ve senden şifa dileniyoruz. Ya Rab, balığın içinde karanlıkta bol bol zikreden Yunus aleyhisselamın, senden başka ilah yoktur, sen her türlü kusurdan ve ortaktan münezzehsin tesbihatını dilimize virt ediyoruz. Ya Rab, Musa aleyhisselamın, ey Rabbim, gönlüme ferahlık ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz sözleriyle acizliğimizi bildiriyor, yardımını istiyoruz. Ya Rab, Nuh aleyhisselamın, Rabbim, beni, anamı babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla ifadesiyle senden mağfiret talep ediyoruz. Ya Rab, İbrahim aleyhisselamın,
Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle. Duaları ile senden kendimiz ve soyumuz için ibadetli bir hayat istiyoruz. Ya Rab, Yusuf Aleyhisselam'ın ey Rabbim, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. Niyazındaki dilek ve temennileriyle birlikte nihayet Hatemül Enbiya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ey Rabbimiz, bize hem dünyada hem ahirette iyilikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle yönündeki mübarek dualarına iştirak ediyoruz. İlahi ya Rabbi, bir Ramazan boyunca okumaya cüret ettiğimiz, okumaya çalıştığımız ayat-ı celilenden, Hazreti Kur'an'ından hasıl olacağını ümit ettiğimiz sonsuz ücur ve mehrubatı evvelen bizzat haci-i kainat, hulasa-i mevcudat, hilkatın fatihası, nübüvvetin hatimesi, insaniyetin menşe'i, kemalatın mebde'i, ahlak ve faziletin meşhari, insü cinnin rehberi, manayı muallayı melekutun aşinası, okuyla başlayan ferman-ı subhaninin en büyük alimi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhlarına buradan ihda ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Peygamberani izam ve Resul-i Fikam Efendimiz Hazaratı'nın ervahına da ikram ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i din, müçtehidin, ulema-i müslimin, kari'in ve mukri'in ve civarımızda medfun, gönüller sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ve yakınlarının ruhlarına da ayrı ayrı ikram ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, üzerimizde emekleri bulunan hocalarımızdan, üstadlarımızdan, analarımızdan ve babalarımızdan ve yakınlarımızdan ahirete intikal etmiş olanların cümlesinin ruhuna da ikram ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif boyunca okuduğumuz, Huffaz-ı Kiram ile birlikte okuduğumuz Hazreti Kur'an'dan cemaatimiz içinde hatimler indirenlerin hatimlerini, Yasinlerini ve diğer surelerini dergah-ı izzetinde kabul eyle. Kimleri niyet etmiş iseler onların ruhlarına ayrı ayrı ikram ediyoruz. Haberdar eyle. Ya Rabbi, hatmi şerifimizin teması olan depremzede kardeşlerimizin ruhuna, hasaten o gün orada yakınlarını kaybeden bütün kardeşlerimizin cümlesinin geçmişlerine ikram ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şehadet makamının bir derecesiyle dereceli oldular. Vefat eden kardeşlerimizin ruhuna cümle Kur'anları, ayat-ı celileni ikram ediyoruz. Sen ya Rabbi ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, cemaatimizden bizden dua isteyenler var. Dua isteyen kardeşlerimizin dilek ve temennilerini de sana havale ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayreyle. Kusur ve noksanlarıyla icra ettiğimiz namazlarımızı, Ramazan-ı Şerif boyunca tutmaya gayret ettiğimiz oruçlarımızı, infakımızı, fitremizi, fidyemizi dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından bu güzel mabede bu kıraati dinlemek üzere toplanan cemaat-i müsliminin şu ana kadar vasi rahmetinde bulunan bütün geçmişlerinin ve bizim de geçmişlerimizin ruhlarına ikram ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalarımıza şifalar, darda kalanlarımıza kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi ve devletimizi harici ve dahili her türlü şerli planlardan, kötü niyet ve eylemlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimize ve beraberliğimize kastetmek niyetinde olanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rab, hesaplar üstündeki hesabınla cümlesinin hesaplarını aleyhlerine tebdil eyle ya Rabbi. Depremlerden,
yangınlardan ve kuraklıktan sana sığınıyoruz. Sen yaşatma ya Rabbi. Ve nihayet Hazreti Musa aleyhisselamın o muhteşem cümlesiyle diyoruz ki kavmiyle ilgili, ya Rab, ya Rab, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak mı edeceksin duasına katılıyor. Ya Rabbi sen helak etme bizi diyoruz. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in amelini makbul, günahlarını mağfur, gayretlerini meşgur, ticaretlerini ticareten lentebur sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Cemaati Müslümini her türlü şerden, fitneden, fücurdan, fesattan, tehlikeden, kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Hulasa bizi sana kul, Habibine ümmet eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün peygamberlerin, haseten peygamberimizin, büyüklerimizin ve özellikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhları için, dua eden kardeşlerimizin dualarının makbuliyeti için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha.